طيب عايز قبل ما امشي نتكلم شوية على مسلسل الصفارة بطولة احمد امين، وطبعا سارة سعد هجرس. انا احب دايما اقول سارة سعد هجرس، هي مشهورة باسم سارة هجرس فقط لا غير، لكن انا دايما اقول سارة سعد هجرس لانه هي ابنة الكاتب العظيم رحمة الله عليه استاذ سعد هجرس، وهو كان الصديق الانتيم لابويا الله يرحمه الأستاذ مصطفى الحسيني، وهو الرجل الذي وقف بجانبي بعد وفاة أبويا بدعم معنوي ونفسي غير طبيعي غير طبيعي، الله يرحمهم جميعا يا رب الله يرحمهم. طب خلوني الأول قبل ما أسلم على سارة وأقول لها كل سنة وانت طيبة وكده، الأول عايز أشوف حتة بس من المسلسل وكده نرجع لسارة تاني، ممكن نخلي سارة تستنانا ما فيش مشكلة، سارة أختي يعني عادي، استني شوية سارة نشوف حتة من المسلسل. إيه ده إيه ده؟ لا 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 لا، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا نهار ابيض، ده لعب في الثوابت هو كمان ولا ايه؟ هو يقدر، بس هتلاقيه لسه واخد جرعه المنشطات اللي سعادتك امرت نصرفها له. طب والله كويس ان احنا يعني عندنا نشاط رياضي في الشركه، بس ده شكله مش لعيب خالص، ده بلياردو ولا ايه؟ الخيال ده حلو طرش، بس هو الموضوع مش كده، احنا بنديهم منشطات عشان يقدر يطبق اسبوع كمان في الشغل. بعيد عنك وعن السامعين، عنده تسليمات. عندهم تسليمات تقوموا متعلقوا لهم محاليل؟ طب ما تقصوا لهم ودانهم وتحطهم في اقفاص احسن. يا فندم دول في عينينا، واللي خلصوا الميد نايت شيفت خدوا تريتس، ودلوقتي هم في اقفاصهم من ساعه. كويس، عشان دول روح برضو. طبعا يا فندم. التارجت التارجت ما تبصلوش. لا ليه؟ البروفيت شيف. ما تبصلوش. عايز ابص جدا. البروفيت شيف. بس صوته ظريف، انا عايز ابص، انا عندي الفضول هيموتني. امشي عادي ولا بص بصه؟ ولا اي حاجه. خلاص مشي. 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 التارجت. طيب شفنا المشهد، نرجع بقى لسارة. ازيك يا سارة؟ فهد ازيك يا يوسف؟ كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. كل سنة وانت طيب، الله أكرم. أنا بيقولوا لي أول نسلم على صوتهم سارة هتنتظر، يعني سارة دي أختي فممكن نخليها تسلم لحد ما نشوف المشهد. في بيتها. في بيتها مش كده؟ عاملة إيه يا سارة؟ مبروك على المسلسل. ده نمرة واحد. ربنا يبارك فيك. قولي لي يا سارة، يعني أنا دايما بيبقى في عندي سؤال، الكتابة في الكوميديا دي هي حاجة من أصعب 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 مما يمكن كتابته. انك تقدر تخلي البني ادم يضحك دي حاجه صعبه جدا، سواء اذا كان اللي بيكتب واللي بيمثل. مظبوط. ازاي بتقدري يا ساره تكملي، يعني تعملي مثلا حاجه السنه اللي فاتت او حاجه السنه اللي قبلها، وفي نفس الوقت نقدر نقول ايه، ان البير ما ينشفش، ازاي بتجيب الافكار منين، بتجيب الكوميديا منين؟ هو ده السؤال. هي طبعا انت عندك حق، طبعا الكوميديا صعبه جدا بالذات دلوقتي، يعني بالذات في هذا العصر الحداثي الجديد اللي هو فيه متغيرات يوميا وفي انواع هيومر مختلفه، يعني في خلاص بقى في ضحك انواعه مختلفه. اولا يعني لازم طبعا تبقى، يعني هو الحته اللي احنا بنعملها اللي هو انا بعمل السوشيال اوبزرفيشن او المراقبه المجتمعيه، انا بحب الحته دي، فانا الحته دي بحسها ايفر جرين كوميدي او ما يطلق عليه، يعني بالكوميديا اللي هي ما لهاش علاقه بالترندز ولا الهوى ولا الحاجات دي. فاظن الحاجات دي هي الوقت، لان حياتنا الاجتماعيه اليوميه هي يعني بيلقى الضوء عليها، واللي هي الكوميديا النقديه دي، يعني اللي هي تعتبر برايي، انا متحرك شويه بس، هو يعني اقدم دراسه اجتماعيه في الكون اللي هي الكوميديا النقديه، انك بتسلط الضوء على المجتمع وبتخش من ثغرات وبتكشف نقط ضعفه. فهي الحكايه دي بتعمل ريليفنسي كده، او الناس بتعرف تشوف نفسها في الموقف، وبالتالي بيبقى بيحصل توحد كده، وبنضحك على نفسنا وبنعرف نفك افكارنا ونعيد تحليلها ونعيد ترتيبها. فده برايي هو السر، فكره الحاجات الاجتماعيه اللي مش بتخلص، يعني انك تكتب حاجه كوميديه لشعب بيتريق 24 ساعه على نفسه بالمعنى الحرفي، يعني تجد مثلا يوسف مستعد للتريقه على نفسه عادي خالص، وقدام ده طبيعي وما فيهاش حاجه. ايوه ده صعوبه شديده يا سارة. على بعض. ولو حد اتريق عليك تروح انت معلي على نفسك عشان تسكته، يعني بتروح انت داخل على نفسك مش داخل عليه هو. بالظبط، ان احنا اصلا داخلين نسف على احوالنا، يعني واظن هو ده الضحك اللطيف، يعني احنا داخلين بندور كده على الدنيا فيها ايه دلوقتي، ايه المستجدات، ايه اللي احنا بنعاني منه، وبنلقي بس الضوء عليه من زاويه كده كوميدي. فاظن ان ده اللي بيعمل التوحد ده، يعني الناس بتعرف تضحك، بتلاقي بتشوف نفسها، يعني ضروري. انا اظن الكوميديا الطازجه يعني او الصبحه هي اللي بتبقى
جديده لك قريب، يعني لو انت انفصلت عنها تماما مش هتلاقي لينك، مش في حاجه هتضحكك، ضروري بشكل او باخر تبقى متوحد معاها يعني. فهي الكوميديا القريبه الجديده هي دي، هو ده التحدي لو انت بتتكلم عن يعني عن صعوبه النوع ده من الكوميديا. وصفاره هي الحقيقه هي كتبت شريف عبد الفتاح، وده يعني صديق الكفاح يعني والدراسه، وبدانا مع بعض وعبد الرحمن جويش وانا واشراف على الكتابه احمد امين ومحمود عزت. واحمد امين برضه صديق الكفاح. احمد امين طبعا صديق الكفاح، والمخرج علاء اسماعيل طبعا صديق الدراسه والكفاح. ايوه. فاحنا كلنا احنا يعني الشله القديمه يعني. انتوا كنتوا كلكم فنون جميله يا ساره؟ كلنا انا وشريف واحمد وعلاء طبعا فنون جميله، عبد الرحمن جويش بس هو شاب جميل واعد صغير معانا في ورشه الكتابه، بس انا وشريف واحمد وعلاء فنون جميله. انتوا دخلتوا فنون جميله ليه يا جماعه؟ علشان جميله. عشان جميله فعلا. لا والله بقعد افكر يعني انتوا تالقتوا جدا ما بين الكتابه والتمثيل وما الى ذلك، وزي ما انت بتقولي كده انتوا شله ورفاق كفاح مشوار طويل جدا. ايه اللي خلاكوا دخلتوا فنون جميله؟ ليه ما دخلتوش معهد سينما فنون مسرح يعني ليه؟ لا ما انا دي جديده، دي جديده عليا موضوع الكتابه ده، اصلا ما كانش في دماغي وانا حكيت لك القصه قبل كده. يعني لا انا ضليت طريقي الى الكتابه، بس احنا كنا بنحب الفنون ولا زلنا يعني بنحب الفنون التشكيليه، ودينا مشاركات يعني، يعني رحنا شويه في السكه دي، بس مش عارفه ليه السكه اخذتنا كلنا. احمد هو اللي كان من ايام الكليه في مسرح فنون جميل، هو اتيليه المسرح احمد كان واخدها جد قوي يعني. وانا وشريف انضمينا بقى وبدانا الحاجات زي ما حكيت لك قبل كده، فندهتكم النداهه بقى مشيت. ندهتكم النداهه على طول فروح. ندهتنا النداهه. طيب كويس. حلو جدا. حلو جدا، ربنا يوفقكم جميعا. ومبسوط جدا يعني ان انا شايف قدامي شله كفاح، اتمنى انها تفضل مستمره طول الوقت وتبقى من ضمن الحواديت التي تحكى بعد 30 و40 سنه، فنقول عليكم بتوع الزمن الجميل، او كلنا ساعتها هيتقال علينا كده زمن الضحك الجميل في الحاله اللي زي كده. صحيح. كل سنه وانت طيبه ساره، ورمضان كريم عليكي وعلى كل الناس وعلى كل اسره المسلسل، وتمنياتنا ليكم دايما بالتوفيق، نجاح مبهر لاخر رمضان باذن الله. باذن الله. جدا يوسف، ربنا يخليك. ألف ألف شكر. ودي كانت مكالمتنا مع سارة سعد هجرس ومسلسل الصفار. طبعا الحلقة في رمضان بتعدي كده حتة قطايف بالمكسرات، بس أنا ما بحبش القطايف. حتة أي حاجة جميلة، ربنا يوفقكم، كل سنة طيبين، ما تقلوش في الأكل في رمضان، ليس لأي شيء على الإطلاق إلا علشان صحتك، ليس إلا. وحاولوا تعملوا أي نشاط، اتمشى، مصر جميلة. بالمناسبة ما فيش رمضان في الدنيا، والله العظيم أنا لفيت بلاد لما قلت يا كفا، ما في رمضان زي رمضان مصر، ما فيش يعني، حتى ما ينفعش، ملوش طعم، ملوش لون، ما فيش فيه أي إحساس. رمضان هنا. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات. We'll be right back.